وانت مين؟ انا عمرو يا استاذ نعمان. معلش يا عمرو يا اخويا، معلش يا ابني، معلش. ابوس ايدك، ابوس ايدك بقى، افتح لنا الوصيه، خلي العيال دي تعرف نصيبها ونخلص. ناولني يا عمرو الملف ده. ده يا استاذ مش ده اللي تحته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنفضش، ده التراب معقم. بس ادينا بقى الوصيه دي واحنا هنتصرف. اوعى اتصرف. مين اتصرف في الطرف الصحي؟ الملف ده مش هيخرج من هنا لحد ما تجيبولي كل ولاد امبابة، يعني بقيت اخواتكم. يا استاذ، هو احنا لو نعرفهم كنا جينا لك ليه اصلا؟ وبعدين يا استاذ نعمان، مش نعمان برضو؟ ما انت عارف كل التفاصيل. حبايبي، التفاصيل اللي عندي إدارة أعمال إمبابة، أملاك إمبابة، حسابات إمبابة، لحد جوازاتها وطلقاتها ودمتم، معرفش حاجة تانية عنها. يعني كل المطلوب مننا دلوقتي إن احنا نروح السجل المدني نجيب لك شهادات ميلاد تثبت إن إخوات الولاد دول من الأوراق اللي موجودة عندك في الملف ده، صح؟ طب ما أنت بتفهم وأنت شغال محامي. لا الحمد لله. أيوه معلش يا عمرو، معلش يا عمرو، نسيت. ممكن بقى تدينا طرف خيط نمشي وراه؟ خد ادي الخيط وادي اللي كابه. بسم الله. ادي الورقه، اول جوازه لمبابا. الاول لا 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 يا بنتي، لا لا لا، لازم تكتبي قصه حياتك في كتاب وتسميه المراه الحديديه في زمن الرجاله الملسيه. ايه الاسم المهبب ده؟ لا ده انا عندي اسم اقوى. ايه هو؟ هسميه جوازات امبابة من الرجاله الديابه. الله، البتاع ملعلط ده جميل قوي، اخده يا بنتي. خدك ربنا يا بعيده يا اختي، انت هتنقي ولا تقعدي تطبقي الحاجه؟ ده انا واخداه من جدتي من سنه 1800 وحاجه. ده ايه ده؟ وسيبيني بقى في الخيبه اللي انا فيها. ايه يا اختي الشعر اللي بيطلع في الدقن ده في السن الغريب ده؟ ايه احنا هنروح للحلاقين بعد كده ولا ايه؟ ايه ده؟ نهار اسوح. بس برضه قمر يا بنت، والله يا قمر. قمر طبعا يا قبلتي قمر. عارفه يا بنت؟ نعم. الرجاله دول بري منهم، بري اي حاجه بتحصل فيهم حلال عليهم. انا اصل لما اخد الراجل بقشطه واللي هلفط بيتشلفط، مش يفتحوا بقهم معايا. عارفه انت في الاول كده يفرش لك البحر طحينه ويقول لك كلام حلو، يجيب لك ورد ويجيب لك شكلته ويجيب لك، وبعد ما تخش الخيه برجليكي يعاملك كانك واحد صاحبه. بس على مين؟ ها؟ بس بصراحه يا قبلتي، انت اللي كنت بايعه ومش بيعيش لك رجاله. اخرسي يا بت، ايه ما بيعشيش رجاله دي يا بت؟ ده انا العصمه بتبقى في ايدي، انا اللي بطلقهم وانا بقتلهم. اما حاجه غريبه والله، اصلك انت ما تعرفيش، ده انا عندي حواديت ولا الف ليله وليله. ده انا شفت عز يا بنت يا مباهج. عارفه انت كنت اقف على المرسح كده الناس تتهبل علي. امال ايه؟ وانا كان في مني اتنين، وبعد ده كله ايه بقى؟ انشن على الراجل الصح. وكنت قبل ما اروح اي حفله كبيره من اللي بتجوني فيها اطلق اللي فات. ليه؟ ما هي العصمه في ايدي. امال ايه؟ امال اسيبه يتحكم فيها زي العبيد واروح بقى ايه فاضيه عشان ارجع مع عبي. ده انا مره كان عندي حفله في الشام. خيبك يا مبابا. وانت عارفه الشام بقى رجالتهم ايه؟ بياض ناطع كالثلج. تحسي كده الرجاله مدونة فازلين من فوق لتحت. ولقيت لك حته واد شعره اصفر من فوق لحد ركبته. من فوق لحد ركبته؟ وانا ايش عرفني يا اختي، انا شفته كده وعنده عين زرقاء وعين خضراء كمان. امال ايه؟ قمر، اسال امه، وانا اللي كنت خلفته وشالني. يا خرابي، عارفه شكله كده ابيضاني في بعضه كده، تقوليش ايه؟ حسين فهمي جنبه يبقى سليمان عيد. قمر يا خرابي. على حياتك، وعلي شنب يقف عليه صقرين، احمد عبد العزيز جنبه يبقى تامر حسني. اخ يا راجل انت، ده كانت حته جوازه. عارفه يا بت، اتجوزته قرب مني كده، انا عرفت على طول ان هو ده لازم اغني له الاغنيه اللي انا بعلق بيها جوازاتي. ايوه بتاعت الست صباح. انا هنا انا هنا هنا يا ابن الحلال. راح مقرب، لا عايز اجا ولا كتر مال. عشمته، بحلم بعش. قال لك بس عش دي راضيه بقليلها. وراح داخل على طول قال لي تتجوزيني يا مبابا؟ قبل يا اختي ما اقول له لسه افكر كان ملبسني الدبله في ايدي الشمال. دي حكايه شهرزاد. شهر زاد ولا شهر نقص؟ الله، انا بحكي لك الحقيقه. اعمل ايه بس في جمالي وفي حلاوتي لكل ما اروح بلد اتجوز؟ بس العيال اللي كنت بخلفهم هم واقفين فيا يا بنت امبابا. تعملي ايه يا امبابا؟ ما لازم ندور عليهم برضو. انت نمتي يا بنت؟ طب وحياه امك برضو اللي احكي لك، ما انا لازم افضفض مع حد وانا شايفه غيرك في بوزي. وبعدين
خشين على ابو دمك على ده صوت. ايوه يا حبيبتي معاك اهو. لا لا ما وراناش حاجه. ايوه يا سيدي وريني. لا مش تبعنا مكتب باب اللوق. ما انا رحت مكتب باب اللوق جابوني هنا. وانا اعمل لك ايه؟ وريني تراخ. ايه ده؟ هنمشي منك يا عم ماهر. اختكم حلو يا اولاد امبابه. فاضل واحد بس عند موظف جوه. يا مسهل يا رب. الله بس ما يطلعش موظف كشري ولا بيفطر في ساعتين. انا ممكن اتغاب عليه يا عم. ومين ده؟ همد ايدي عليه. عمار بيغلط فيا. ومين ده انا؟ اه صحيح مين ده؟ بس اهدى اهدى حبيبي. حاضر حاضر معلش انا متوتر شويه يا جدعان. اصل انا عندي ميعاد مهم. عندك ميعاد فين؟ لازم اروح للواد بلاميطة ارجع له الجاكيت بتاعه. ايه؟ هو انت ما رجعتش جاكيت بلاميطة؟ يا نهار ازرق بلاميطة هيضربني. بس بقى ما تعيطش. قلت لك ما تعيطش. ما تعيطش بقى. عاجبك؟ والله العظيم ما كنت عايز اجيبكم عشان كده. عايز ختم؟ يلا تبعكم ولا ناقص ختم؟ بقول لك ايه؟ شوفوا لكم حاجه بالاتنين واعملوها. يلا شدوا على الريق بقى عشان بتضايق. نهاركم ابيض. اللي بعده اللي بعده كمان مش احنا. احنا احنا اللي بعده احنا. ايوه يلا. الغباء ده. ايه بيذاكر؟ بس بقى. طب نجي له في وقت تاني. خلاص. يا صباح الفل. صباح العسل. على مدير عام سجلات احتماليات حفظيات تجليات السجل المدني في مصر والدول العربية كلها. الله ايه الحلاوة دي؟ الطعامة دي؟ الله على حلوة وعجبتني بصراحة. ايه اللي عجبتك يا سيدي؟ ايه اللي عجبتك؟ نعم يا عم خير. صباح الفل يا سيدي. عمرو سيدي محامي وسمسار لاعبين. شوت يا سيدي. عجبتك صح؟ الله يحفظكم. قصدك حسن. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. امور لي يا سيدي. انا بقى اللي كنت جيت لحضرتك ايام ثانيه مسمار بتاعه قضيه المدرسين. مش فاكرك. مش فاكرك الراجل. مش حلو مش حلو مش حلو. وانت اللي عامل لي فيها ابن خالته. سيبنا اللي اتعامل بقى. اتفضل. صباح الخير على عيونك يا قمر. اخوك زماره يعني بتزمر يعني ولا ايه؟ وحشه قوي وملهاش معنى كمان. طب خلاص اتصرف انت. اهدى احنا احنا بس اسفين للازعاج. كنا عايزين مستخرج لشهاده. مش عندي يا سيدي. مساء الخير يا استاذ. ايه يا ست نعمة؟ ايه يا ست؟ ما توطي التسجيل شويه يا رادس عجرم. الساده المواطنين واقفين. عيب كده. الله. هو انا بصراحه يعني صوتي شبه نانسي عجرم بس انا مش نانسي انا افراح. اهلا اهلا ست افراح. انت تقول يا هاني. يعني هو احنا بس كنا عايزين يعني يرضيك يرضيك ان انا اقف بره كل الوقفه دي وفي الاخر اروح كده يعني زي ما جيت. معاش ولا كان معاش ولا كان اللي يوقفك. يا نهار اسود انت تأمريني. انا بس كنت عايزه يعني حضرتك تطلع لي الملف ده. ده بس الملف ده احطه في قلبي. ايوه احطه كده جوايا. يا سلام احنا خدامين الانسانيه ياللي كلك مفهوميه. ربنا يخليك. اخ شاعر ولا ايه؟ ما تحترم الرجاله يا جدع انت. يا انت في ايه يا جدع انت؟ يا سيدي اهدى في صلى على النبي. معلش معلش يا استاذ اصل انا اخواتي عصبيين قوي. عايزين الملف ده. حاضر. يعني هو ملف مش بسرعه. خلاص خلاص يلا الارض انا مني. حاضر يا استاذ زماره. حاضر يا سيدي. حاضر يا استاذ. اهدى يا استاذ زماره. حاضر حاضر. اهدى زماره. حاضر والنبي والنبي. حاضر بس يا ابني اسكت. خلاص خلاص. اهو 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 الاسم الاسم حمودي حمودي انطونيو. انطونيو جونزاليس. حمودي انطونيو جونزاليس. ايوه ايوه. اهدي ده انت ولاد حلال. والله انت ابن حلال. انت بالذات والله يا استاذ زماره انت ابن حلال. الملف كان في ايدي. ايوه هو فين؟ نعرف فين الملف. دورنا على الملف. زماره يلا جدع. بس حاضر يا ست. حاضر. هم عصبيين قوي لك. معلش معلش. هم عصبهم تعبانين. حاضر حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. راحوا فين؟ هي هو في هو في هو عقدين. ايوه اتنين مصريات اتجوزوا من اتنين مكسيكيين. ايوه هو ده التاني بقى. حاضر 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 حاضر. نورنا يا استاذ مصلحي. الله يبارك لك يا استاذ زمارة. مشرفنا يا استاذ مصلحي. الله يعزك يا استاذ عسلية. شربت حاجة يا استاذ مصلحي؟ والله يا ريقي ناشف. ياما الراجل بقاله ساعة قاعد ما شربش حاجة. سمع لي اخويا، طب ما انا قاعدة بقالي ساعة ما شربتش حاجة. طب ما انا كمان بقالي ساعة قاعد ما شربتش حاجة. وانا برضو بقالي ساعة ما شربتش حاجة. انا كمان بقالي ساعة ما شربتش حاجة. انت شربت حاجة؟ ولا عمري شربت حاجة عندكم؟ طب ما احنا كلنا بقالنا ساعة قاعدين ما شربناش حاجة. ايه؟ هتطلع فلوطة انت في القعدة وتشرب انت الواحد؟ ايه عايزنا نبص لك في المشروب؟ لا, لا يا سيدي. طب ما تقف بقى ساكت بقى. ماشي يا سيدي حاضر. خش في الموضوع. حاضر. هي فين القمر اللي جايبة القمرات دول؟ أمي. ها؟ أمي. أهي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دي وكالة ناسا دي كدبة كدب الإبل. أي والله قال إيه بيقولوا القمر مش في مكانه. أتاري هنا مالي مكانه. أبو تاني. إيه يا أما الضحكة الخليعة دي؟ أنت مش قلتلي مش هتضحكي الضحكة دي غير وسط عيالك؟ وإيه الضحكة المعفنة دي؟ دي أحلى حاجة فيا. أحلى حاجة فيك إيه؟ أعمل لي الأستاذ سامو زين. ما تحترم نفسك يا أخي أمي. عيب ياما في ايه؟ على فكرة بقى ايه؟ دي بتشخر وهي نايمة. اكيد بتشخر مزيكي وبتاكل اكلنا وهي نايمة. انت هنا وشفا على قلبي. انت تنح قوي بقى. خلاص بقى يا جماعة، مش عايزين نعطل استاذ مصلحي عن مصالحه. لا يا ست الستان، انا خدت النهاردة اليوم نص اجازة، قلت اقضي معاكو هيني. خلاص بقى يا جماعة، خلوا الاستاذ مصلحي يطلع ورقه وينجزنا. انت بص، انت مين؟ انت على طول مع العيال، انا مش عارفك انت مين، مش واخده بالي منك. لكن انت على طول معانا ليه؟ مش عارفه، مش فاهم. جاي عشان توقف حالي يا اخي؟ ده انا ما صدقت حد بص لي ولا عكسني. في ايه؟ مين ده؟ مين ده؟ بس يا اما، بس يا اما صغرتينا في وسط الناس. انا مش طايق نفسي. خلاص بقى يا اما، هدي نفسك، خلي الاستاذ مصلح يشوف شغله. يا ترى القمر بيمضي ولا يبصم؟ صدق هقلب عليك. ليه؟ ايه فاكرني بس ما جايه؟ ده انا مطربه قد الدنيا ومسقفه ومتعلمه. بتقول له يا واد دبلوم صناعه قسم براده. بسم الله ما شاء الله. ممكن توقعي لنا هنا يا ست الحبايب؟ هو ايه ده؟ وقعي لنا على الورقه دي. اوقع على ايه؟ امبابه فيصل المنير. كبيره شويه عشان المشوار طويل. كده تمام كده يا عم؟ ايوه 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 ايوه. بس هي هي امك شارب حاجه ولا ايه؟ هو في حاجه عندنا تتشرب؟ على فكره انا ما شربتش حاجه. اللي انت بتعمله ده قلت لك 100 مره ما ترميش كده في الشارع، ارميه على جنب. هو ايه اللي على جنب يا حيوان انت وهو؟ ده المستخرج اللي احنا دايخين عليه من الصبح. يبقى كده فضلش على حاجه واحده بس، نلاقي المطرب وكده يبقى خلاص. جدع على عسليه. قلت لكم ما تاخدش عسليه معانا، ما بفهمش في الحاجات دي. ما بيفهمش. بتقول له جدع على ايه؟ هنلاقي فين المطرب ده ان شاء الله. قبل اي كلام بقى، انت وهو المصاريف اللي انا عمال اصرفها دي مين هيرجعها لي؟ مصاريف؟ مصاريف الا الشيطان يا حبيبي. إيه انت تطلع مصاريف؟ ده انا ما شفتكش حطيت ايدك في جيبك طلعت نص جنيه. وانت هتشوفني ازاي يعني؟ المكتب هناك كان مترشق كله كاميرات عم زمارة. عايز نودي نفسي في داهية؟ انا خدت مصلحة على جنبه وكرمشت له 100 جنيه. انت معاك 100 جنيه يا عم؟ انت لو معاك 100 جنيه ما تجيش معانا اساسا. بعدين الراجل ما كانش فاكرك. بقول لك ايه يا متر، اكتب يا اخويا اللي انت بتصرفه واحنا هنبقى نحاسبك. اكتب؟ كله مكتوب يا حبيبتي اصلا. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. رشوة مصلحي 100 جنيه، دمغة 10، سجاير 30، مصاريف ونسريات ودبدوب 25 جنيه. ايه؟ وبتاعي بقى ال 25 جنيه دول ان شاء الله. جدع عسليه. دول دبدوب الفالنتين عشان مراتي. انا قريت لي الشعر محمود ياسين. مين؟ محمود ياسين. محمود ياسين بيشعر؟ ايوه بيشعر. المهم عن الفالنتين، وقال في الكتاب بتاعه ان قال لي دبدوب ب 37 جنيه، وهو كذلك انك كذاب. وهو كذلك انك كذاب. بتكذب. ده كده. كده يا ولاد امبابه، بعد التعب اللي انا بتعبه عشانكم تطلعوني كذاب.
خسارة. خلاص ما تزعلش. خلاص بقى يبقى ليك مصاريف. يا أخي مصاريف البطن بتتخان. خلاص ما تزعلش يا عم عمرو. ليك وهتاخد يا عم. خلاص كلنا عارفين إن عمرو عايز مننا فلوس. هات 10 جنيه بقى. ويا ريت أنا كمان 10. وأنا 15. بتوع إيه دول؟ بتوعنا. عم طب العشرة جنيه ماشي خلاص هسليه هات انت 10 جنيه هسليه وفي إطار زيارة مجموعة ضخمة من نجوم العالم لتنشيط السياحة في مصر وتحت شعار مصر يا حتة مني معانا النجم العالمي المكسيكي حمودة أنطونيو النهاردة في برنامجنا عشانك يا مصر انتظرونا الساعة 8 مساء إذا وقد أقر المزمن فيه وطني الناس اطمن يا حاج ابنك ما ياخدش 5 دقايق حبس في القضية دي ازاي يا باشا؟ ده اعترف بنفسه على ذات نفسه عشان حمار ايه؟ عشان متربي ربنا يخليك انت ما تعرفش انا عملت ايه في قاعة المحكمة زلزال زلزال يا حاج حضرات القضاء حضرات المستشارين ان الاعتراف في هذه القضية ليس سيئا احنا بين ايدينا قضية ايه؟ ولد شاب صغير اخضر ارعن اهوج اتخانق مع زميله كلنا بنتخانق مع اصحابنا كلنا ايه اللي حصل؟ روح البيت سمع شوية محمد محي اكتئب سحب الطبنجة من الدرج ايوه الولد عنده طبنجة عادي شاب صغير شاب طبنجة قد كده سحب طبنجته وخرج في الطريق مشي وهو في طريقه البيت المبني عليه رفع حبيتين عشان يعلي شاب صغير وده حقه وصل لبيت المبني عليه نده عليه انزل يا دي تيك 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 الولد ما نزلش دي قلة ذوق يا ست القاضي دي قلة ذوق وقلة تربية دخل بيت المبني عليه بعد ما ضرب الباب برجله لقى المجني عليه واقف قدامه في عدم لا مبالاة طلع طبنجته وضرب المجني عليه طلقتين في دماغه المجني عليه دماغه ناشفة مماتش من الرصاص لكن وقع على الأرض دماغه جت في سن الكنبة مات زي فيلم البريد الأستاذ أحمد زكي والأستاذ عاطف الطيب سبقونا من سنين طويلة وسموا فيلمهم الله الله على فصحتك يا استاذ ايه البلاغه ديت ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك اشكركم جدا مساء الخير يا بحر القانون اهلا يا هجرسي بيه اهلا وسهلا خطوه عزيزه في ميعادك بالظبط هجرسي بيه ابو الهجايز من عيله هجس جنتل بارمان كبير في شط العجمي على البحر اخد ناصيه والله مالك عليا مين الغالي ما يعرف الا الغالي ما عرفتناش بالجلابيه الحاج منصور الكلوي الكلوي من عيلة الكلوي ما حدش يعرف عنها حاجه مشهوره مشهوره جدا طبعا. ابنه تامر هياخد اعدام الاسبوع الجاي موكل عندي موكل عندك طب ما توكلنا حاجه وايه اخبار شحنة اللحمة البرازيلية يا هجرس بيه؟ والله شحنة اللحمة خرجت ولم تعد ترجع بالسلام ان شاء الله معلش يا متر انا اتأخرت لاني ما لقيتش ركنة باركينج انت عارف العربيه بتاعتي 9 متر في 4 فدان الراجل الباركينج يحب الباركينج المفروض نقول ايه تاني الاتعاب مش كده انا اسف لا مؤاخذه ده مبلغ ب 500 جنيه ليه؟ لان في شيك في النص هنا ب 400,554 ومعانا 500 كانوا في ايدي يبقى الحساب 900 جنيه 1000
ألف جنيه مصري لا غير. ودي إشاعة أنا لسه عاملها. أنف وأذن وحنجرة وكزبرة مالهاش دعوة بينا خالص. المفروض تقولوا لي بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا باشا. أستعجز أنا بقى أروح أجيب لك شنطة من ديت بقى وأجي. باشا شرفت جدا يا باشا بيك. ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك يا باشا. مع السلامة يا كلاودي. مع السلامة. اطمن على امك ونورت يا كلاودي. ايه رايك وحياه امك؟ الله يخرب بيتك. ايه ده جايب لي فلوس خمسات وعشرات وعشرينات؟ انا مالي يا عمرو؟ ما انت اللي جبتهم. تقوم تجيبهم لي كده قدام الراجل؟ بس عملت الدور حلو صح؟ عدت الحمد لله. الحمد لله. شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اخوكوا اخويا بان طلع مطرب عالمي ما شاء الله. ده جاي يصور اغنيه في مصر بكره. اغنيه هنا؟ وعلى فكره التلفزيون عامل معاه لقاء النهارده الساعه 8. الساعة 8 ولا بكرة؟ النهاردة اللقاء بكرة الغنوة. ماشي ماشي. طب هات 20 جنيه بقى. انت متأكد يا عمرو ان هو ولا مش هو؟ احسن نكون فاكرينه هو ويطلع في الاخر مش هو. هيبقى شكلنا مش هو. اصل مش معقول يعني المكسيك بمكسيكياتها كلها ما فيهاش مغني واحد غير حمودة ده. يبقى هو ولا مش هو؟ انا محتار. هو ولا مش هو يابا؟ يا ابني اسمه زي ما عندي في الورق بالظبط. حمودة انطونيو جونزاليس. وبالعربي حمودة انطونيو جونزاليس. طب وبالمكسيكي؟ هقول لك انا بقى حمودة انطونيو. بس ما تخليش امد ايدي عليك عسليه. تضرب اخوك يا زماره. ايوه اضربه. ايه اللي بقى ايه فيها ايه؟ قول لي يا عمرو هو البرنامج ده هيجي امتى؟ هيجي الساعه 8. 8 8 ونص يعني. اشمعنى يعني؟ ما انا استحاله يا عمرو اقابل اخويا اول مره يشوفني في البرنامج واكون لابس لبس منزلي. لازم اغير يا اختي زماله. طلع عمرك شيك وانيق. انا نفسي افهم بتطبليله على طول ليه كده؟ انتوا ناسين حاجه مهمه قوي. هي القناه دي باشتراك ولا من غير اشتراك؟ ايه ده؟ قال يعني لو باشتراك انت هتدفع. يا انت راجل اللي بتدفع فاتورة مية ولا جاز ولا اي حاجة. يا انت راجل قتل. اقتلم نفسك عسلاء. انا مهما كان ابويا. ابوك يا راجل بص البيجامة اللي انا لابسها. بس ما تخليش اقوم اقتله دلوقتي. وانت ايه اللي انت بتقول انت كمان يابا؟ البرنامج جاي على القناة الاولى. الاولى؟ هنقول ايه مالك مستغرب كده؟ هي ايه الاولى على الفصل؟ اسكت يابا اسكت. هو اتأخر كده ليه؟ يا بنت اصبري هيجي بعد الاعلانات. اللي اقولها يا عم هي المكسيك دي بعيدا عن القاهره؟ المكسيك دي بعد ابو ظبي. وابو ظبي دي بعيدا عن المكسيك. اسكت يعني.